صحني الطبيب سير ألفريد خوري توقف عن لعب الدرجة الأولى أو بامتحان العمل الإنساني أو العمل اللي تخرجت منه في الجامعة. أحمد محمد الفضل الأصل فلسطيني، أحمد جنسية لبنانية، متزوج ولديه 3 أطفال محمد وماريا وباسم. طبعا بدأت أنا حياتي الكروية في الأحياء الشعبية في مخيمات الفلسطينية في نادي محلي اسم نادي النهضة الموج الشمالي. بعد ذلك انتقلت لفريق الشباب التضامن صور، نادي معروف في مدينة صور. لعبت معهم فترة طويلة لمدة 5 أعوام. بدأت أبرز في الدوري اللبناني بشكل جيد. انتقلت على المنتخب اللبناني تحت 18 سنة فريق الشباب، كنت كابتن المنتخب. بعد ذلك كنت في منتخب الأولمبي تحت 23. انتقلت الى نادي الانصار. نادي الانصار اللبناني معروف، نادي عريق جدا ودخل كتاب جينيس بعدد البطولات اللي حصلها في العالم او في لبنان، 13 بطوله متتاليه. بعد ذلك كنت في منتخب اللبناني لمده 3 اعوام وخضت عده مباريات دوليه مع المنتخب او مع نادي الانصار على عده سنوات لمده 5 سنوات، بطوله الاتحاد الاسيوي في عدة دول ذهبنا خضنا مباريات وبطولات على مستوى آسيوي ومستوى دولي الحمد لله. طبعا بعد مسيرة من تقريبا 11 أو 12 سنة في الدوري اللبناني كان عندنا طبعا بالتوازي في عندنا التعليم في الجامعة والتخرجت بدأت بمؤسسة مؤسسة تكافل وإعادة الطفولة كمتطوع. كنت في نفس الوقت ألعب في الدوري اللبناني. على مدار هذه الأعوام كان في عدة عواقب أو عقبات، منها الإصابات المتتالية اللي عرضت لها. كان أول إصابة بالعام 2011 إصابة بالرباط الصليبي في الركبة اليسار، وجات كملت بالدوري اللبناني للعام 2015 أو 2016 وصلت مرة ثانية. فضعت لها دواء لعملية نفس الإجر. نصحني الطبيب سير ألفريد خوري توقف عن لعب الدرجة الأولى أو بامتحان العمل الإنساني أو العمل اللي تخرجت منه في الجامعة. وهذا طبعا أخذت بنصيحته. كنت أنا بدأت العمل بشكل أكبر بجميع تكافل رعاية الطفولة، كان لها وقع مهم على مسيرة حياتي وعملي المهني في لبنان. أنا بشتغل بجميع تكافل رعاية الطفولة، هي جمعية طبعا تهتم بالأطفال في لبنان. أنا بشتغل في قسم تنمية الموارد والعلاقات العامة. خولنا أنه نستطيع أن نقدم المساعدة للفقراء والمساكين والنازحين على كافة المستويات، إن كان في لبنان أو في اليمن أو للروهينجا أو إندونيسيا أو ماليزيا أو في فلسطين. كافة كان من أول سباق اللي تدعى لهذا الانفجار الكبير اللي هز وطن لبنان والضرر فيه عدد كتير كبير. فقدم مساعدات على مستوى الإيواء والتغذية وكافة المستويات اللي قادرين نقدمها. والآن عم نقدم بالمواسم والظروف اللي عم تمر فيها البلد كافة المستويات. له ركيزة أساسية لسيما إنه لبنان بلد تعرض لأزمات متتالية، كانت في السابق اللاجئين الفلسطينيين وبعدها كان في أحداث كثيرة في لبنان، آخرها كان الأزمة السورية ونزول أكثر من 2 مليون نازح سوري من لبنان. والآن عم تعرض لبنان لأزمة اقتصادية كثير كبيرة. في الآونة الأخيرة كان في انتشار فيروس كورونا وتدخل المنظمات الغير حكومية تدخل أساسي ومهم لمساعدة الشريحة الفقيرة المتضررة من كافة الأزمات اللي صارت. أكيد أنا على عادة يعني طول بحن كرة القدم وبلعب مع زملاء السابقين بكثير من الأحيان كثير من الأوقات، ولكن تشعر إنه العمل الإنساني طبيعة شغلنا أخذت لنا الوقت كلياته باتجاه، وهذا الشيء طبعا صار جزء من حياتنا، جزء كثير كبير منه شاهره لخدمة الناس ومساعدة الناس. لأنه بضل الواحد يحن ل كرة القدم، وبعض الأحيان بكون أخذ دور المدرب للفئات العمرية في منطقة صور للأطفال لنعمل بعض يعني النماذج الجديدة لتلعب بالدوري اللبناني وتحترف في الخارج. الحمد لله بشكل تطوعي بكون مدرب لبعض الفرق اللي ممكن نخدمها في المستقبل. طبعا وفاته أثرت بشكل كثير كبير، فقدناه سبحان الله رغم أنه كبرنا ولكن نحتاج هذا الدعم كنا من الوالد.
رحمة الله عليه توفى بأيام رمضان. أكيد في أحلام كثير، هذا حلم بيراودني كثير، بضل الواحد همه إنه يوم من الأيام نرجع على بلدنا فلسطين، إضافة لأنه إن شاء الله عندنا ذرية صالحة بإذن الله، وابني الأشياء اللي ما قدرت أنا أحققها.